معي عبر الهاتف من عجمان المستشارة التربوية دكتورة هند البداوي. مساء الخير البدواوي، مساء الخير، أهلا بك معنا دكتورة هند. اليوم كثيرون يقولون، ومنهم الشباب زملائنا بغرفة التحكم بالجاليري، بأنه لا يمكن الاستغناء عن ضرب، يعني بصورة قليلة جدا ضرب المقبول ربما. ماذا تقولين لهؤلاء؟ طبعا الضرب للتهذيب وليس للتعذيب، فإذا الضرب هو فقط لعملية تقويم سلوك بعد ما يتم تنبيه الطفل مرة ومرتين وثلاث للسلوك الخاطئ وكيف ممكن أنه يتبنى سلوك إيجابي. في حالة التكرار أو إصرار الطفل على هذه العملية لابد من العقاب البسيط الهدف منه تهذيب السلوك، والفصل ما بين المحبة للطفل ولكن الضيق أو عدم الرضا عن السلوك نفسه. ضرب للتهديد، ماذا تعنين به؟ التهذيب وليس التعذيب. تهذيب بعد ممارسات مرفوضة من قبل، ماذا تعنين بضرب؟ عن أي مستوى ضرب نتحدث هنا؟ يكون مستوى الضرب اللي هو يكون في عدم الإيذاء الجسدي أو النفسي، مع الابتعاد عن الإهانة المباشرة، لأن الإهانة قد تكون أثرها أكثر تأثيرا على الطفل مستقبلا، لأنها تؤثر في اللاوعي عند الطفل فتتراكم، وبالتالي تتكون ممكن بطريقة غير مباشرة لشخصية سيكوباتية معادية للمجتمع. طيب، لكن لما نتكلم عن الضرب لابد أن يكون في أماكن لا تؤذي الطفل، يعني لا تؤذي الطفل، تكون بالعنف أو بالشدة اللي ممكن أن تترك أثر جسدي عليه، بالتالي تأثر في نموه النفسي أو استقرار النفسي. طيب، ثمة من سيقول لك الآن بأنه لا يجب الضرب نهائياً للطفل، ودائما هناك طرق بديلة لتهذيبه أو لتحذيره. الطرق البديلة، إذا اعتاد الطفل على الطرق البديلة من غير ما يتم توجيه سلوكه من خلال بعض العقوبات البسيطة اللي تهذب سلوكه راح تفقد قيمتها. التنوع في العقاب يساعد في تقويم السلوك، ونرجع نقول الضرب بقدر التهذيب، بقدر أنه ينتبه الطفل أن السلوك تكرر لديه وأن السلوك بحاجة إلى تغيير. في قاعدة أساسية، إذا الطفل عرف أن سلوكه قاعد يتكرر وأنت تعطيه مجال مرة ومرتين وتحاول تصحح مساره وهو مدرك أنه قاعد يخطئ، لابد أنه يعرف أنه في نهاية السلوك هذا سيعاقب عقاب، يكون في ضرب أو حرمان أو أي نوع من أنواع العقابات اللي سبب لنا نوع من الأذى البسيط أو الإحساس بالذنب. طيب، فهو يكون مدرك لهذا الشيء. الكثير اليوم يعني يحاولون بمن مع النظرية الثانية التي تحدثنا عنها، السؤال الثاني بأنه لا يجب الضرب، يعني أنه مثل الغرب أنه هذا التصرف دائما يجب أن يكون هو المعتاد، عدم استخدام الضرب لو مهما حدث. إلى أي درجة الثقافة المختلفة بيننا وبين الغرب هي بطريقة ما تفرض نفسها على أن لا نتبع الأسلوب نفسه دائما؟ هو التكرار في الأسلوب قد يفقد قيمة، حتى الضرب المتكرر سيفقد قيمة التأثير الإيجابي في عملية تهذيب السلوك. لا أعني نفس أسلوب متبع في الغرب. لا، نحن ديننا الإسلامي يوجه إلى تهذيب السلوك واستخدام الضرب في سن معين لسبب معين وفي مرحلة معينة. نحن لما نتكلم عن أساليب الغرب قد يستخدمون أنواع عقابات مختلفة، ولكن لابد من وجود العقاب بأي شكل من الأشكال حتى يتهذب السلوك. مش القصد منه ان انت تعذب الشخص او ان تسبب له نفسي او جسدي، لكن الغرب قد هم يدعون بانهم مثلا او يتبعون اسلوب النقاش والحوار، هذا من بعد ما يتم توجيه الطفل وبناء علاقه اسريه صحيحه. نعم، من البدايه. صحيح، المجتمع العربي قد يستخدم العنف بسبب ضغط الحياه وعدم قدرته على اداره الحياه. صحيح، يستخدم العنف كنوع من التنفيس الانفعالي، وبالتالي يعتقد انه ممكن يكون الحل الوحيد في عمليه. طيب، انا اشكرك على هذه المشاركه القيمه، اعذريني على المقاطعه، دكتوره هند البدواوي من عجمان مستشاره تربويه.